نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي براوني برقائق الشوكولاتة. ومقادير البراوني: 1 كوب سكر، 200 جرام شوكولاتة داكنة مذابة، 2 معلقة كبيرة زبدة، نص كوب دقيق، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة فانيليا، ونص كوب رقائق شوكولاتة. هنحط الزبدة مع السكر وهنضربهم مع بعض شوية الأول، مش عايزين نضربهم كتير، يدوب بس اختلطوا مع بعض كويس. هنضيف لهم الشوكولاتة ونضربهم مع بعض. بعدين هنحط الفانيليا. هنخلط المقادير الجافة مع بعض. آخر حاجة هنعملها هنحط الشوكولات شيبس أو رقائق الشوكولاتة ونقلبها مع الخليط. هنقلب آخر مرة عشان نتأكد إن كل حاجة اختلطت مع بعض. وبعدين نحط خليط البراونيز في الصينية. ممكن نعمل الصينية بالزبدة والدقيق، بس طبعا بورق الزبدة كده بيبقى سهل قوي بعد كده ان احنا نطلعها من الصينية، لان براونيز شوية بتلزق، فالطريقة دي بتسهل ان هي تطلع بعد الخبز بسهولة. ونفردها في الصينية وهندخلها بعد كده فرن بدرجة حرارة 160. وهتقعد في الفرن لمدة حوالي 20 دقيقة.